عودة جديدة لكم مشاهدينا في غبقتنا اليوم، ونبدأها مثل ما ذكرت زميلتي حصة اللغاني مع طبق سياسي وأيضا أحد رجال السياسة وأيضا أحد أعضاء السلطة التشريعية في مجلس الأمة الكويتي النائب مبارك الحريس رئيس لجنة التشريعية والقانونية بمجلس الأمة. حياك الله وتقبل الله طاعتك. يا مرحبا، تقبل منا ومنكم إن شاء الله. عود عليك إن شاء الله لا فاقد ولا مفقود. الله يسلمك. وإحنا سعيدين بتواجدك اليوم عبر شاشة التلفزيون الكويت. إن شاء الله. ونرحب فيك، ومهما تكون الكلمات حلوة قليلة بحقك. الله يجزاك. ونتمنى لكم كل التوفيق. مشكور. يعني دائما أقول إن رجال السياسة عليهم ضغوطات من مجتمع ومن حكومة. وساعات تكون يعني من أفراد بأصابع اتهام ناقدة بس. بدون ما تعرف أي التفاصيل. لكن أنا ودي أعرف أهم ثلاث قرارات أصدرت مؤخرا في عندكم في المجلس، سواء باللجنة القانونية والتشريعية أو قصدك ثلاث قوانين. ومن المجلس عموما، يعني اللجنة لما تصدر القانون يكون لا زال في طور أنه يكون مشروع قانون إلى الأمانة. لكن إذا بنتحدث عن إنجازات المجلس الحالي، طبعا دور الانعقاد الماضي مثل ما شفتوا النشر 31 تشريع، كان في قوانين كثيره مهمه فيها. بس انا اعتقد يعني احنا لما نتحدث على الانجازات اهمها في نظرنا احنا كلجنه تشريعيه، واعتقد كل اخواننا القانونيين القضائيين والمحامين والمستشارين يفتخرون في صدور قانون حق المواطن في اللجوء الى المحكمه الدستوريه. هذا التعديل اللي كان موجود في ادراج مجالس الامه المتعاقبه من سنه 72، يعني أكثر من 43 سنة استطاع هذا المجلس فضل الله سبحانه وتعالى وإنجاز وإخلاص النواب الموجودين فيه بإنجاز هذا التعديل. حتى الآن يعني نقدر نقول بكل ثقة أن القضاء الكويتي أصبح في مصاف القضاء العالمي. الحمد لله. قليل جدا من الدول العربية والإسلامية اللي عندها هذا الحق اللجوء. يمكن المعروف هذا الحق موجود في الدول الغربية اللي معروفة في قضائها، يعني المستقر من مئات السنين. احنا الحمد لله فضل من الله يعني استطعنا انجاز هذا القانون، واعتقد هذا ابرز قانون القضائيين يفتخرون فيه، لكن ككل للبلد ككل. طبعا عندنا قوانين اخرى ايضا، قانون محكمة الاسرة. بس عفوا ابو سالم اسمح لي المقاطعة، استقلال القضاء ما تأجل؟ استقلال القضاء تأجل، بس هذا تعديل محكمة الدستورية اختلف. أوكي. استقلال القضاء جانا في اخر دور الانعقاد، يعني كمشروع قانون من الحكومة، وفي عندنا احنا كنواب في اقتراحات بقوانين. لكن حتى يكون في توفيق بين اقتراحات النيابية والمشاريع الحكومية رأينا تأجيل الدور الانعقاد القادم، لأن بصراحة قانون مثل استقلال القضاء ما نقدر ننجزه لا في شهر ولا في شهرين. أكيد. مشتغلين فيه احنا من فترة، فما كان في مجال ننجزه في دور الانعقاد الحالي. واعتقد إذا قدر الله سبحانه وانجز في دور الانعقاد القادم استقلال القضاء وحده يعتبر إنجاز لدور الانعقاد كامل. أيضا إذا سألتني عن قوانين، إذا ذكرتي ثلاثة، إحنا ذكرنا المحكمة الدستورية. أيضا قانون محكمة الأسرة اللي فصل قضايا الأسرة بما هو معروف عنها من أمور اجتماعية وإنسانية، الأحوال الشخصية اللي هي الأحوال الشخصية. فصلها عن القوانين، عن الجرائم الأخرى اللي تصير في المحكمة. يعني اللي بيروح يراجع علشان قانون محكمة الأسرة أو قانون أحوال شخصية ما نبي يحتك في قضايا الجرائم المخدرات والقتل والسرقات. حلو. فهذا يعتبر إنجاز تشريعي عطى أيضا خصوصية أو تميز للقضاء الكويتي. في طبعا قوانين كثيرة، إحنا بدام ذكرنا اثنين قانونيين نذكر غيرهم. يمكن آخر قانون اللي صدر قبل شهر هو قانون تنظيم العمالة المنزلية، لأن هذه المشكلة تعاني منها كل الأسر الكويتية. الخدم داخل البيوت أصبحوا عنصر أساسي اليوم في المجتمع، ما في بيت يخلى من 4 أو 5 خدم منزلي، سواء خادمة شغالة أو سائق أو زراعة أو حارس. فأعتقد أن هذا القانون اللي نظم الحالة اللي كان فيها شيء من الفوضى في السابق. حلو. أنا بس نقطة أبي أحضر، أنزل هذه القوانين كانت مطروحة من زمان، قاعد تأخذ فترات كبيرة للدراسة. أنتوا دوركم كلجنة تشريعية وقانونية، ليش هذه المطولة في اتخاذ القرارات السريعة في إنها إحنا يعني إحنا كمجتمع نستفيد منها؟ نعم، طبعًا يمكن أنا قلت بساعة السريع، يعني إحنا في المجلس الحالي ولله الحمد يعني التوافق الموجود، الاستقرار السياسي هذا هو أساس الإنجاز. المجالس اللي قبلنا أعتقد أهم مشكلة كانت عندهم الخلافات اللي كانت تصير. وما كان في المجلس يقعد أكثر من سنة وسنتين، في آخر مجلسين ثلاثة قاموا يقعدون شهور، والشهور لا يمكن يكون في إنجاز قوانين. فاليوم إحنا المجلس هذا اليوم المجلس الحالي صار له سنتين، في خلال سنتين يعتبر
استقرار نسبي نسبة إلى المجالس اللي سبقوه الخمسة والستة اللي قبله. حلو. لكن في الستينات والسبعينات كانت تستقر المجالس وكان في إنجاز. أكثر القوانين اللي نعم فيها اليوم إحنا ترى كلها بالستينات والسبعينات والثمانينات. فترة التسعينات خاصة العشر سنين الأخيرة لا، قام يصير ما في استقرار بين أو ما في تعاون في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية. نعم. علشان كذي قامت تنقطع الدورات التشريعية. نعم. فلما تنقطع الدورة التشريعية لا يمكن يكون في قانون صادر. إحنا جينا وعندنا عبء مجلسين قبلنا أبطلوا كل يعني تجمعت علينا المشاريع قوانين، لكن اخترنا اللي أهم للمجتمع أنفع للناس وعطيناه من وقتنا وقعدنا نجتمع بدال الساعة خمس وبدال الاجتماع الواحد أسبوع ثلاث أربع اجتماعات مثل ما قلت لك وتولدت عندنا يعني ما شاء الله مجموعة من النواب جايين. ولا زلتوا مستمرين في اللجان؟ طبعا اللجان ما تعطل، خاصة اللجان الرئيسية لجنتنا اللجنة التشريعية واللجنة المالية. حلو. يمكن عطل رمضان وبعد العيد بأسبوعين ثلاثة، لكن خلينا نقول شهر تسعة راح نبدأ قبل دور العقاد. ليش؟ لأن عمل المجلس مرتبط بعمل لجنتنا التشريعية. حلو. لازم لما يجي إن شاء الله مجلس دور العقاد القادم. حلو. يكون إحنا في شهر أكتوبر نكون منجزين على الأقل 40-50 تقرير عشان يشتغل فيهم المجلس. أكيد. لو عطلنا إحنا مع العطلة جاء المجلس ما في تقارير منجزة. ما في تقارير. فإحنا دائما يعني نكون يعني حتى عطلتكم قاعد تشتغلون. شو نسوي؟ أصلاً هذه لجنتنا هذه طبيعتها. عسى الله يقويكم. هذا يعني قليل في حق وطننا، يفترض أن إحنا ما نستكثر عليه أي شيء. أكيد عسى الله يقويكم وأنتم على قدر المسؤولية حقيقة في خدمة الشعب الكويتي وأيضا هذا الوطن الكريم. أنا باخذك أبو سالم حق أنتم ما شاء الله لجنة تشريعية، أنتم المطبخ الرئيسي. نعم. من صح القول أنتم بالنهاية المشاريع القوانين كلها عندكم، بالنهاية أنتم تفرزون القانون. آلية اللجنة التشريعية من ناحية القوانين، يعني في قوانين شفناها تأجلت وفي قوانين لا ما شاء الله مشيتوا فيها وقوانين وايد قدمتوها صراحة وهذا يعتبر إنجاز. نعم. لكن الآلية شلون بالضبط؟ على أي أساس تأجلون وعلى أي أساس؟ لا طبعا إحنا اللجنة التشريعية تستلم نوعين من القوانين، قانون مشروع قانون جاي من الحكومة مجلس الوزراء واقتراح بقانون جاي من النواب سواء نعم. النائب أو خمسة نواب. نعم. فندرسها نشوف مدى مطابقتها للدستور والقوانين المعمول فيها بالبلد عشان ما يكون في تعارض. حلو. ويصير في تقرير، وبعدين إذا مثلا قانون يتعلق بالصحة نجيب الأخ وزير الصحة، قانون متعلق في التربية يجينا وزير التربية ومعه مستشارينه، قوانين العدل والقضاء يجينا وزير العدل، أي وزير مختص نقعد نسمع رأيه نقول إحنا وصلنا لهذه الفكرة شنو ملاحظاتكم. الوزارة نتيجة قوانين الموجودة ونتيجة عملها السابق وتجاربها العملية كلها ملاحظات، فمرات نتواصل معهم إلى حل معين، يعني في هذه الفكرة إيه هذه الفكرة لا هذه الفكرة نأخذ جزء منها. حلو. ونصدر التقرير ونرفع المجلس. حلو. إحنا نجتمع يومين بالأسبوع، احنا واللجنه الماليه الوحيده اللي يجتمعون يومين بالاسبوع لكثره جدول الاعمال، لان تشريعيه كل امر يجي لها في البدايه. حلو. يسمونها الفلتر اللي نعم توزع على كل اللجان. صحيح. عشان كذي يعني تنجز 200-250 في دور العقاد الواحد، غيرها ينجز 40-50. نعم. فعلشان كذي يكون هذه اليه كم عمل. عدد القوانين التي انجبها هذا المجلس كقانون بمعنى الكلمه؟ نعم. او بالصفه عامه فوق ال 200، لكن احنا نتكلم عن قوانين تشريعيه. طبعا في شيء اسمه اتفاقيات. حلو. في شيء اسمه ميزانيات. نعم. هذه امور هي بالمعنى الدستوري قانون. حلو. لكنها ما تمس الحياه المباشره للمواطنين. اتفاقيه الكويت مع مثلا دوله معينه في اتفاق الازدواج الضريبي الامور هذه كلها. حلو. او ميزانيات الوزارات هذه تعتبر قوانين، لكن القوانين تمس الناس في دور العقاد الماضي انجزنا 31، الان تقريبا فوق ال 28 اعتقد وصلنا الى 53 او اكثر بحدود قريب ال 60. هذا الاحصائيه طبعا طالعه اليومين، فاعتقد ان هذا حسب ما راجعنا في من مجلس 63 اول مجلس امه بالكويت ما في مجلس وصل الى هذا الرقم. يعني المجلس الحالي في نص دورته، احنا الحين قضينا النص. نعم. باقي سنتين اذا قدر الله المجلس مستمر. في سنتين انجزنا ما لم ينجزه اي مجلس اخر في اربع سنوات. ما شاء الله. زين بس في نقطه، ساعات احنا هني بمجتمعنا لازم يصير مشكله علشان احنا نتحرك. ففي اخر مشكله صارت للبلد الله يحفظها يا ربي ويدوم عليها امنها واستقرارها، اللي هي المشكله في مشكله الانفجارات اللي نعم. صارت على المسجد الصادق. نعم. فنتكلم عن انتم دوركم كلجنه تشريعيه وقانونيه. نعم. لمحاربه التطرف، هل في اشياء وقضايا او قوانين تحدون او تكتشفون او يكون لكم دور بارز
لمحاربة التطرف؟ طبعا يعني مثل ما انت قلت يعني الظروف الأخيرة طبعا هي الظرف الأخير أو حادث التفجير الأليم الأخير ما جاء يعني احنا يعني من فترة حدثت نفس الأحداث مشابهة في دول مجاورة. فإحنا ما نقول لك يعني متوقعين ولكن كنا غير مستبعدين. فعلشان كذي كانت أيضا في قوانين مقدمة سواء من إخوان النواب أو من الحكومة لضبط الأمور الأمنية أكثر. انجز عدد منها ولا زال عدد منها تحت المراجعة. إحنا طبعا الحالة الأمنية تفرض علينا الأولوية في جدول الأعمال. آخر جلسة لنا اللي الجلسة الختامية قبلها بيوم أنجزنا قانون اللي هو يتعلق في الأدلة الجنائية وكيفية الوصول إلى شخصية المتهم أو شخصية المجرم الإرهابي لما يدخل الكويت في نفس اليوم ويفجر مثل ما حصل. فطلعنا القانون هذا اللي يتعلق في الوصول إلى شخصية من أحدث العمل الإجرامي. شيء البصمة متعلق بالبصمة؟ البصمة وفي أمور كثيرة يعني. في الكاميرات ولا غير الكاميرات موضوع؟ لا الكاميرات قبله. الكاميرات يوم أقول إحنا غير مستبعدين الحوادث هذه. الكاميرات صار له فوق الشهر صدر القانون أو شهرين. هذا الكاميرات طبعاً تطور يعني أعتقد أمني كبير راح يكون في البلد. إحنا نقيس على المملكة المتحدة بريطانيا لندن بالذات كانت فيها سرقات. 2005 لما حطوا الكاميرات. شفتوا حتى الكويتيين المصطافين هناك لما يروحون تعرضن حق حالات سرقة من 2005 وانت جاي شوف شلون صارت الحالة. لان اللي حاول يعبث بالامن لما يعرف انه مرصود وين ما يروح خلاص بعد ما يفكر أكيد. لما يشوف يقدر يعمل اي امر اخر. القانون الكاميرات صدر من فترة وجاري الان اعداد لائحة التنفيذية وراح اخر ما التقينا في نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قال يعني التطبيق قريب جدا. هذه الحالة الامنية مثل ما قلت تفرض علينا الجدول الأعمال يعني خلينا نشيل شيء ونحط شيء بسرعة لأن الوقت ما يستدعي. أنا يمكن أقول إن ساعات القوانين هذه تحتاج إلى يعني إنك أنت تقرها تحتاج إلى فترة للتطبيق وتقبل المجتمع لهذه القوانين. فهل أنتم تراعون هذا الحقبة ما بين إصدار القرار وتقبل الفرد أو المجتمع اللي إحنا عايشين فيه هذه القوانين؟ طبعا احنا نراعي الخصوصيات في تطبيق القوانين. حتى موضوع الكاميرات كان في يوم تقولين كان في بعض الناس يتساءلون يقولون اخاف تنتهك خصوصياتنا. احنا القانون اللي وافقنا عليه عشان الناس تعرف تحدث عن الكاميرات في الاماكن العامه. الاماكن العامه ما فيها خصوصيه. انت رايح وانت عارف ان الناس قاعد تشوفك. لكن مثلا تقول الانديه صحيه اماكن خاصه للنساء هذه ما راح يكون فيها. صحيح. القانون يحظر في الامر هذا. فدائما احنا نراعي في التشريعات أن تكون فعلا متطابقة مع عادات وتقاليد وأعراف المجتمع ومع مثلة وثوابت الشرعية ومواد الدستور. احنا عملنا في اللجنة التشريعية أساسا أن يكون القانون اللي بيطلع هل هو دستور ولا غير دستور يوافق المجتمع بالضبط. ويكون انتقاد مرات ومن حق الناس تنتقد. احنا النواب نمثل الناس لازم نسمع منهم. صحيح. وإذا سمعنا منهم هذا الكلام اللي نسمعه منهم سواء في الصحافة في الشارع أو حتى زملائنا النواب بعضهم مو أعضاء في التشريعية يجي في الجلسة ويقول ليش وصلتوا حق النتيجة هذه. رد عليه ونحن وصلنا علشان كذا وكذا. مرات ندعوهم إلى اجتماع يقول الاجتماع القادم راح نناقش موضوع فلاني. أي واحد من أخواننا النواب يبي يجي حياه الله. طبعا في الدستور يجوز لأي نائب أن يحضر اجتماع أي لجنة لكن دون التصويت والمناقشات إنما يستمع وحتى يعرف شنو اللي قاعد يحصل. فهذا أعتقد يعني اللي تنوهت فيه ما أخذ فيه إن شاء الله. حلو. أبو سالم كيف تصف العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية؟ والله شوف أتوقع الإجابة علي بيها لا 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 أنا بعطيك باختصار. لا لا الأصل بسيط. الأصل الدستوري أخوي محمد الأصل الدستوري أن يكون في تعاون. وأعتقد السلطتين برؤسائها وبأعضائها حريصين على إحداث هذا التعاون. حلو. وإحنا اليوم ما أنجزنا هذا الإنجاز اللي نفتخر فيه إلا بوجود حالة يعني معقولة من التعاون. لكن التعاون لا يعني تهاون لا يعني ان احنا نشوف الخطا ونسكت. نعم. ايضا في احنا مشاريع قوانين طلعناها شفنا الحكومه تباطات في تنفيذها قاعد نلومها ونقول لها سواء في السر او بالعلن. مرات لما نشوف الوزير الفلاني نقول له ترى القانون الفلاني صار له فتره شنو سويتوا فيه فيجاوبنا اما اجابه وديه او اجابه رسميه عن طريق سؤال برلماني. فبالعكس التعاون مطلوب واصل موجود حسب نص الماده 50 الفصل السلطات مع تعاونها. أكيد. يعني التعاون مو حاله عاطفيه احنا نبيها او هم يبونها لا هذه حاله مامورين احنا فيها بنص الماده 50 بالدستور. زين هل العكس يصير يعني اذا مثلا اصدر قانون وشفنا المجتمع صعب انه يتقبله
او انه في صعوبه في تطبيقه. صح. هل انه يصير في اعاده دراسه؟ طبعاً يصير في استراتيجيه جديده؟ يعني اكيد قاعد يصير العكس مثل ما قاعد يصير من الناحيه الحكوميه. بالضبط. اكيد قاعد يصير من الناحيه المجتمعيه. اي قانون يكون فيه صعوبه بتطبيقه لعدم توافقه مع امور معينه في المجتمع او لعدم يعني عمليته هذا شيء طبيعي تقدمون نواب او مشروع حكومه بتعديل المواد كذا وكذا من القانون رقم كذا لان مو قادرين يطبقونه. هذا حصلت في كذا قانون يعني اخر قانون يعني الاتصالات دائما احنا مجلسنا مر علينا يمكن 3-4 حالات. واعتقد دائما احنا نتابع حتى قبل نصير في المجلس. نعم. نتابع ان هذه الحاله موجوده اي قانون في صعوبه تطبيقه او اتضح من التطبيق انه يتعارض مع امور اخرى ما كانت عنده صدوره في البال يعني. فشيء طبيعي تقدمون اما النواب او الحكومه واكثر ما تكتشف هذه الحالات الحكومه لان هي اللي تطبق. لما تطبق تجي حق النواب بتعديل معين وهني دوركم يصير انتم كنواب. نعم احنا نناقش هذا التعديل اما نوافق عليه او نرفضه على حسب قناعه كل نائب. حلو ابو سالم يعني اسمح لي على هذا السؤال وادري ان صدرك وسيع. قاعد نشوف بعض الممارسات من بعض النواب يعني بعض المشاكل تصير وفي مفردات قاعد نشوفها في قاعه عبد الله السالم في مشاكل او نفس يعني نقدر نقول احتكاك مباشر. هذا ينعكس بالتالي على الشعب الكويتي وهذا يعني نرفضه احنا كمجتمع. شنو رايك انت كونك زميل لهم؟ والله شوف كل شيء في حدود المعقول اعتقد ما منه مشكله. يعني اعتقد المشاحنات او الالفاظ او طبعا قاعه عبد الله السالم هذه قاعه احنا كلنا نفتخر فيها. اكيد وصلها المجتمع الكويتي سنه 63 نتيجه يعني تاريخ او ارث ديمقراطي من سنه 21. نعم. احنا عندنا مجلس شورى 38 مجلس 38 يعني مجلس 63 نتيجه دستور 62 هذه حاله نفتخر فيها كلنا. فما نبي يكون في قاعه عبد الله السالم يعني الفاظ غير لائقه او حالات يعني تعتبر شاذه. هذا لا ولكن لا تنسى انها النواب بشر واحيانا تسمع احدهم كلمه مستفزه له يعتبرها يقيمها في قاموسه ان ما مو صحيحه فيرد على النائب الثاني فيصير احتكاك. انا اقول طبعا احنا ما نبي نشوف من هالامور هذا شيء لكن لو راينا خلونا نتعامل معاها مثل ما قاعد يحصل اليوم. المجلس فضل الله يعني الرئيس المجلس عنده القدره والحمد لله بضبط الامور في قاعه عبد الله السالم. حصلت كذا يعني حادثه اكيد احنا احسن من غيرنا ترى في مجالس صار فيها ضرب الكراسي ضغوطات عليهم. والله يعني انا ساعات اقول من كثره الضغوطات ساعات هذه الضغوطات ممكن تكون اي اقل كلمه او اقل شغله ممكن تولد الانفجار. فالانفجار عاد ما تدري وين يكون يعني واغلب الانفجارات قاعده دائما يعني تكون منتقده ودائما النواب يدخلون في تهدئه النفوس ودائما يعني الحالات اللي صارت يعني ان شاء الله مو وايد حالتين او ثلاث لكن انا اعتبرها في طور طبيعيه يعني لكن ما نتمنى انها تعود حتى لو هي طبيعيه. نبي نكون اكثر توافق نبي نكون نتحلى بما جبل عليه الشعب الكويتي من التسامح من محبه الانجاز والعمل الخيري لكن لو حصل مثل هذه الامور في حدودها الطبيعيه ان شاء الله. انا ودي اكسر انت عندك سؤال بعد سياسي. لا اذا سياسه ما اسكت فتفضلي. انا والله ودي اكسر حده يعني الحوار كونك انت الحين في عطله فبرمضان اتوقع ان لك يعني حياتك الاجتماعيه المختلفه بس هم ما زلت تمارس بعض الاشياء اللي كنوع من التوجيب انك. صح. لازم تجامل. صح. لانك انت بالاخير عضو مجلس امه. نعم. والدواوين وزيارتها هذه شيء اساسي لانه وايد ناس يعني انت تبي تطلع من جو العمل. صح. وتروح الديوانيه يصير كل المواضيع. صح. تكون في طور العمل. صح. فانت ما راح تفتك من هالموضوع. صح. ابدا. صح. سواء اسئله من اصدقائك. صح. او من معارفك. صح. فكل واحد يكون عنده سؤال فحتى عطلتك اتوقع عنها سياسة. وطبعا هذا يعني هذا قدرنا يعني احنا جايين نشتغل حق هالبلد وحق شعبها فاعتقد ان نتقبل حتى مرات تصير ضغوطات مثل ما قلتي. لكن طبعا رمضان يعني رمضان يتميز في الدول الاسلاميه كلها في خصوصيته لكن بالكويت اكثر واكثر لارتباطه في بعض العادات الاجتماعيه. هل الكويت معروفين بالتواصل الديوانيات والحب اللقاء والوصل من غير رمضان لكن لما يجي رمضان يكون هذا الشيء فيه اكثر واكثر. احنا يعني سواء اعضاء مجلس امه او حتى الناس يعني الاخرين انت تستقبل الناس في ديوانيتك. احنا اول يومين كان عندنا استقبال بعدين كل احد يعني باول يومين الله يجزاهم خير يعني ما بقى احد ما جاء فما تقدر انت تقصر في حق احد. صحيح. فتروح ترد الزيارات حق الناس.
أعتقد أول 20 يوم في رمضان يعني الله يعين، لكن بعد 20 يوم تبدأ عاد مسألة تصير طبعا عندنا الأمور العبادات أكثر. نعم. اللي هي مثلا صلاة الجيام، والناس أصلا تخف الديوانيات، ما تقدر تروح إلا يمكن ديوانيات ربعك ميانة وكذا، لأنه يصير عندك بعد الساعة 12 عاد ارتباط في صلاة الجيام كذا. أكيد. لكن رمضان يظل مثل ما قلت لك يعني أحب شهر، علاوة على أنه شهر المغفرة وينزل فيه القرآن، إلا أنه في الكويت يكون له طابع خاص، وأنا الضايق إذا صار عندي يعني رحلة وفد في رمضان يعني أو يوم أو يومين، ما نحب نطلع من الكويت في رمضان. صحيح. إلا للعمرة، مثل ما قبل يومين أنا كنت هناك، يعني رحت يوم الأحد ورجعت يوم الثلاثة الماضي. فمثل ما قلت لك أول 20 يوم في رمضان هذه بالعكس، على أن فيها تعب وجهد عضلي إلا أن فيها راحة نفسية. أنت مسلم ما شاء الله يحبونك ناس وايد ومناصرينك من أبناء الدائرة وايد، عسى الله يحفظهم إن شاء الله، وأنت تستاهل وخير نموذج للنائب الكويتي في مجلس الأمة. لكن السؤال، تمتلك الوقت أنك تزور أبناء دائرتك وأهل الكويت كلهم ولا قصر شوي؟ والله يا محمد أنا مهما رحت أعتبر نفسي مقصر، مهما رحت مهما حاولت أشوف نفسي مقصر، لأن الناس لا حق علينا ما نعطيها حقها مهما كان، يعني نروح ونحاول نغطي أكبر قدر، لكن أنت أعطيتني فرصة الحين أطلب من كل واحد ما قدرت أوصله أنه يعذرني، لأن ثقوا بالله أن الوصل ما هو فقط في القدم، الوصل في القلب. وأنت يعني اليوم تواصلت معاهم عبر شاشة التلفزيون الكويت، وأكيد قاعد يسمعونك وفرحانين بطلعتك، ودائما السياسة حق محمد أنا أقول له خففها هم يبون يعني في سؤال طالعين يتواصلون مع الناس اللي تحبهم تتمنى تشوفهم، بس احنا هم نبيهم غبقتنا هني نستمتع معاهم. صح. بحياتهم. صح. بجواراتهم بالعطلة الحين اللي انت يعني قاعد تعايشها، قاعد تقول انت ذكرت انك انت هم في قوانين لازم تقدم في بداية الموسم او يسمونه الموسم القادم. نعم. بداية الموسم القادم بداية الانعقاد. فهل هذه القوانين انت كونك كفر محتاج هم مجموعة ناس لجنة كبيرة تدرس هذا الموضوع، فممكن يقول ان كل واحد بعطلة شلون تقدرون تجمعون وتدرسون القرار؟ لا احنا مثل ما قلت لك احنا الحين عطلنا في رمضان، وبعد نقدر نقول 7 كله، لكن نص 8 بداية 9 احنا كلجنة تشريعية احنا نبدأ نجتمع. أكيد. احنا اللجنة التشريعية 7، أنا الرئيس ومعي إخواني المقرر وخمسة أعضاء، إحنا 7. طبعاً يمكن يصير ظروف واحد أو اثنين مو موجودين، لكن المصاب عندنا 4 فما فوق يعني. فإن شاء الله راح ننجز الكم المعقول ونقدم الدور القادم في نهاية أكتوبر، يعني لو اشتغلنا 9 و10 هذا أعتقد 60 يوم، فيها مجال ننجز 40-50 تقرير. حلو. ونقدمهم إن شاء الله. طبعاً 40-50 فيهم 4-5 راح يكونون يعني مشهودين على الساحة وقوايا، في أمور طبيعية ترى يمكن المواطن ما يحس فيها وما يشعر فيها، لكن تسجل في النهاية تشريع وإنجاز. حلو. أول شيء نبارك لك حق ولدك سالم، تخرج؟ إي سالم تخرج من الثانوية. ألف مبروك إن شاء الله ويستاهل إن شاء الله. الله عندي سؤال أخير، عندك موقع رسمي في مواقع التواصل الاجتماعي؟ إي طبعاً، في موقع لعملي أنا كنائب. نعم. الأعمال اللي نقوم فيها وأسئلتنا ومساءلاتنا للحكومة. حلو. وأيضاً مناسباتنا وإعلاناتنا. حاطين قانون للتقنية الإلكترونية والمجلس. أنا والله بعد أصدرتوا قانون حق التواصل الاجتماعي أو تقنية المعلومات أو شيء. جرائم تقنية جرائم المعلومات. نعم. إيه هذا اللي قبل فترة، قبل شهرين تقريباً. نعم. هذا القانون هذا ينظم العملية الممارسات بالضبط. في التواصل الاجتماعي ولا يحجب؟ لا ما يحجب. هذا القانون يعني من القوانين اللي حصل فيه عليها حديث أو نقاش كثيرة. إحنا لا يمكن أن نوافق على قانون يحد من الحريات المكفولة بالدستور. حلو. الحريات اللي إحنا نعرفها كمجتمع. بتدفعون الناس فلوس أبو سالم، بتدفعونهم 10,000 لا ما يخالف، بس هذه نتيجة وقوع في جرائم معينة سببت مشاكل حق للأمن العام أو حق أشخاص معينين. طبعا في فرق بين أمن الدولة وأمن الأشخاص. أكيد. خصوصية الأشخاص مصونة، هذا ما فيه، هذه نصوص دستورية ما حد يتكلم عنها. وأنا حتى كثير من اللي سعنا فيهم خبراء في الدستور الكويتي وجو عندنا باللجنة وتكلموا إن القوانين طبعا في تراب على بعض المواد شلناها. حلو. إحنا نتكلم عن القانون اللي أنجز اللي صدر. القانون اللي صدر يحدد شخصية من يتحدث للناس، حتى لو صار فيه هناك إساءة
يتحمل مسؤوليتها، لا يكون في يعني ناس تحدث مشاكل بالمجتمع وما حد يعرف عنها مجهولة شيء. نعم احنا مرتبطين في اتفاقيات دولية، التويتر شركة عالمية، انت ما تقدر تطلب منه تحديد شخصية الفرد وانت ما عندك قانون ينظمه. حلو. وحصلت حوادث خروقات للأمن العام في الكويت لما راسلت الكويت هذه الشركات، قالوا لها احنا ما نقدر، انتوا غير اصلا شرعيين لان ما عندكم قوانين تنظم. حلو 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 بسالم. بس جميع الدول العربيه ترى والاسلاميه والعالم المتقدم اكيد عندها قوانين تنظم هذا. انا اتفق وياك وايدك في عمليه التنظيم. نعم. لما الواحد عنده موقع اخباري او صحيفه الكترونيه يعرف على نفسه عشان العالم تعرفه هو منه. بالضبط. لكن الفلوس ليش 10,000 وما ادري كم؟ شوف كل قانون في عقوبات، العقوبات تختلف، يا اما عقوبات بالمقيده هي حبس او عقوبات ماليه. هذه العقوبات التبعية يسمونها. بغض النظر يعني هذا اللي وصل للمجلس من قناعة، سواء طبعا قانون الجرائم هذا مشروع جاي من الحكومة، احنا ناقشناه ونقحناه وشلنا بعض الأمور اللي في وجهة نظرنا يعني فيها شوية قسوة. اللي صدر بالعكس مقتنعين فيه النواب وصوتوا عليه المجلس بأغلبية ساحقة، واعتقد الآن وضع الكويت على الموضع الصحيح في التعامل في التراسل الفضائي يعني بالعالم قاعد تصير. أنا بس عندي سؤال، في أولويات لدراسة القوانين؟ طبعًا. يعني طبعًا. أكيد في قضية مثلاً تحطون بعين الاعتبار أن هذه راح نبكي فيها. صح. هذه في المبادئ. هذه الأولوية على أساس. في لجنة أولويات انشأت في مجلسنا الحالي، تم تعديل اللائحة وسوينا لجنة، هذه غير مسبوقة، أول مجلس يسويها. هذه اللجنة تحدد أولوية الطرح في المجلس، لكن في كل لجنة المسؤول، كل لجنة مسؤولة عن أولوياتها. نعم. يعني أنا رئيس لجنة مع أخواني أعضاء اللجنة نجتمع نقول شنو اللي لازم نخلصه، شنو اللي لو تأخر ماكو مشكلة، فعندنا أولويات. هذه لجنة الأولويات بالضبط. هي اللي تقرر بالضبط. لكن لجنة الأولويات اللي هي جدول أعمال المجلس تجتمع مع مكتب المجلس اللي هم 7 أعضاء، أنا عضو فيه أيضا كرئيس لجنة تشريعية، فنجتمع مع لجنة الأولويات ونقول لهم هذا يقدم على هذا ويطرح في المجلس، وأثناء النقاش في قاعة عبد الله السالم أيضا تتولد أولوية على أخرى، فيرون جزء من النواب ويقعون 10 أو 15 أو 20، يعني يقول إحنا نرى الأولوية أولوية. بالضبط. يعني يقول لك والله إحنا نرى أن الأولوية هذه لا خلوها بعدين كذا، يرجع حق النقاش العام في القاعة وكل من حجته وإقناعه. حلو أبو سالم، يعطيك العافية، نشكرك رغم ارتباطاتك ومسؤولياتك حرصت تكون معنا على شاشة تلفزيون دولة الكويت. سلام. النائب مبارك الحريس رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة، قواك الله وعسى الله يحفظك ويحفظ زملائك ويحفظ السلطة التنفيذية ويحفظ أسرتك وأبنائك. الله يجزاك خير. إن شاء الله ما نشفنا ريجك أنا ومحمد. لا لا بالعكس، يعني بالعكس. هو يشد وأنا أشد الحين اليوم القعدة صارت مشددة. يعني شو إحنا نتشرف والله بالعكس، وجزاكم الخير على هذا اللقاء الطيب، وأنا أتشرف فيكم في إخوان المشاهدين، وهذا دورنا إحنا نطلع نبين حق الناس اللي قاعد يحصل، وإن شاء الله الله يأمن علينا وعلى شعبنا وعلى قيادتنا بالخير واليمن والبركات. يعطيك ألف عافية ونتمنى لك إن شاء الله عيد سعيد. الله يسلمك. كلامة بخير. نتواصل معكم مشاهدينا وننتقل إلى مسابقة لمنطقة الفنطاس مع الزميل الرائع دائما خالد البنان.